لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن أهل الكتاب يخفون كثيرا مما أوحي إليهم من الكتب، مما أنزله الله على موسى وعيسى. وهذا الكتمان من أعظم ما كتموه فيه صفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قد ذكرنا أنه إلى عهد قريب منذ نحو 5 قرون كان ممنوعا أن يقرأ ما يسمونه الكتاب المقدس إلا الأحبار والرهبان، ولا يبيحون لأحد أن يقرأ في الكتب مباشرة، ليظل الناس على التقليد الأعمى. وهذا لكي لا يحاجهم أحد فيما يأمرون الناس به وينهونهم عنه مما يحلونه ويحرمونه بغير بينة من الرسل. ذلك يتضمن أيضا أمور الاعتقاد، فجعلوا قداسة وعصمة لباباواتهم ورهبانهم وأحبارهم حتى لا يسائلهم أحد. وهذا كله مما أدى إلى تحريف الكتاب. فلو كان الكتاب يقرأ يقرأه كل الناس ويحفظونه كما يفعل المسلمون بكتاب ربهم لما تطرق كم التحريف الهائل في هذه الكتب إليها، من إسقاط بعض نصوصها وكتمانها كما قال الله عز وجل: فقد كتموا كثيرا مما أوتوا من الكتاب. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير مما لا يحتاج الناس إليه بعد نزول القرآن. وإنما بين لهم قصص الأنبياء على الوجه الذي ينتفع به دون تفاصيل لا يحتاج إليها. وقد جعل الله عز وجل ما أوحاه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كاملا مستقلا بنفسه، لا يحتاج أحد إلى الرجوع إلى كتب سابقة غيره ليعلم ما في القرآن، بل هو كتاب متضمن عقيدة وشريعة وعبادات ومعاملات وقصصا وأخبارا عن الله عز وجل وعن رسله
وعن اليوم الآخر بما لا يوجد في كتاب سبقه، بتفصيل عظيم مهم يطلع كل من اطلع عليه يعلم أنه من عند الله ولا يخالف ما أوحاه الله إلى الأنبياء قبله، بل هو يصدقه، وهذا في أعظم شيء وهو التوحيد. فكل الرسل قالوا الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وكلهم أخذوا العهد على أقوامهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعث وهم موجودون، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذه الآية الكريمة توضح وتبين بيانا شافيا أن الكتب الموجودة بأيدي أهل الكتاب وما يظهرونه منها هي قد وقع فيها التحريف، وهنا ذكر فيها التحريف بالحذف والكتمان وعدم إظهار هذه الكتب، بعض ما في هذه الكتب للناس، أظهروا شيئا وأخفوا كثيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين كثيرا مما أخفوه وعفى عن كثير بأمر الله له، وقد ذكرنا لماذا: لأن هذا لم يعد مما يحتاجه الناس بعد نزول القرآن، وإنما ذكر مما أخفوه ما يحتاج إليه في معرفة حقيقة دعوة الأنبياء وما أمروا به أقوامهم نحو قول المسيح صلى الله عليه وسلم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يذكروا أيضا قصة كلام عيسى صلى الله عليه وسلم في المهد، وهذا مما يتعجب منه، فإنها من أعظم معجزات المسيح صلى الله عليه وسلم، وذلك هو سبب بقاء سمعة مريم عليها السلام ورضي الله عنها وسط بني إسرائيل لأنها من العابدات القانتات الصالحات. كيف حدث ذلك وقد ولدت ولدا بغير أب؟ ولم يذكروا قصة براءتها، فإن قصة كلام عيسى في المهد هو أعظم دليل على براءة مريم مما اتهمها به اليهود، وإلا فلو أن امرأة ادعت أنها حملت وولدت من روح القدس هل تقبل دعواها؟ وما قبلت دعواها إلا للمعجزة الظاهرة بكلام عيسى صلى الله عليه وسلم في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهذا كتموه، وكأن اليهود ومن يعني كان ينفذ نصائحهم الفاسدة من الرومان هم الذين أخفوا ذلك من كتبهم، وقد ظل النصارى أكثر من 3 قرون تحت الاضطهاد الفظيع من الوثنيين.
وأهل واليهود يحرضونهم عليهم، حتى قتل في العصور الأولى عدد هائل من أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم في العصر الذي يسمونه عصر الشهداء. وهذا كله كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يعني تنصر قسطنطين الإمبراطور الروماني تغير الحال، ولكن اختلفت مذاهبهم فبدأوا يضطهدون بعضهم بعضا، وأيضا هذا مما أدى إلى كتمان كثير من الكتاب. أما اليهود فإن كتمانهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، كما ذكرنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص قرأ هو في التوراة نصا رواه البخاري في صحيحه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد الرسول، محمد الرسول سميته المتوكل، سميته المتوكل ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فأفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. وسميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء. هذا النص الذي في البخاري من قول عبد الله بن عمرو أنه قرأ ذلك في التوراة، فالنسخ القديمة من التوراة ونسخ الحديثة بينها فرق كبير، وذلك يدل على أنهم مستمرون في التحريف. ونسخ الأناجيل التي ولدت فيما عرف بمخطوطات البحر الميت تختلف اختلافا كبيرا، ولذلك هذه لا تطرح على الناس مع أنها من أقدم المخطوطات فيما يسمى بالكتاب المقدس، مخطوطات البحر الميت، وفيها مغايرة كبيرة عما هو موجود الآن. والأسانيد في هذه الكتب منقطعة بسبب ما تعرض له اليهود على يد بختنصر وعلى يد الرومان بعد ذلك، حتى هدم المسجد الذي بناه سليمان مرتين. وهذا يدل على وما ذكروه أيضا أنه لم يعد هناك نسخة واحدة من التوراة بعد سبي بابل، وإنما استيقظ عزير فوجد نفسه حافظا للتوراة. هذا هو فقط الإسناد، ليس عندهم إسناد ثابت لكتبهم إلى أنبيائهم، مما لو كان عند المسلمين لعدوه من الأحاديث الضعيفة. ومنقطع. أما النصارى فتعرضوا لاضطهاد هائل ثلاثة قرون من الرومان الوثنيين، ثم كان الذي يحكم في عقيدتهم رجلا كان وثنيا وهو قسطنطين الذي فصل في نزاعة الأحبار والرهبان. وهذه الأناجيل الموجودة الآن مع اختلافها عما كان قديما هي مقررة في المجامع، يعني بيقولوا كتاب المقدس هو كان عندهم عند عقد المجمع الأول لو مجمع نيقيا أكثر من 70 إنجيلا، فأهدروها وقبلوا هذه الأربعة، ثم مجامع أخرى أدخلت ما سمي بأعمال الرسل، يعني ما كتبه الحواريون الذين بشروا بالمسيحية باتباع المسيح في البلاد المختلفة. فكانت رسائلهم لم تكن أدخلت في الكتاب المقدس في عهد مجمع نيقية، فأدخلوها بعد ذلك تدريجيا. مجمع يقرر أن رسالة
بطرس مثلا هي من ضمن الكتاب المقدس، من ضمن الوحي. وبعضهم يقول رسالة مثلا بولس إلى القرية الفلانية، يعني بولس أصلا لم يكن إيه من الحواريين، ولم يؤمن بالمسيح إلا بعد رفع المسيح، ويقولون أن هذه من ضمن الكتاب المقدس. وهناك اختلافات في بعض هذه الرسائل، هل تعد ضمن الكتاب المقدس أم لا. فتبين بذلك بالفعل أنه لا توجد نسخ يقينية من هذا الذي أنزله الله على المسيح ولا الذي أنزله الله على موسى. ومن العجب أن في أسفار التوراة التي أنزلت على موسى خبر بأنه بعد وفاة موسى حدث كذا وكذا، وكيف يكون بعد وفاة موسى وهو الكتاب الذي أنزل عليه على موسى. فهذا كله يدلنا على وقوع التحريف في هذه الكتب. وقد ذكرنا أن مجمع الفاتيكان الثاني قرر أن العهد القديم فيه شيء من البطلان، مع أنهم يعتقدون قداسته تماما كالعهد الجديد، ولكنهم أقروا ذلك في المجامع. فهذا يدلنا على كيف حدث التحريف في هذه الكتب. هذه الآية دلت على نوع من أنواع التحريف، وهو النقص والكتمان وعدم البيان. وذكرت آيات أخرى نوعا آخر، وهو أن يكتبوا الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. قال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وأما ما حرف وغير عن وجهه رغم أن اللفظ ما زال موجودا، فهو ما غيروه وما بدلوه، مثاله يعني من حكم الرجم، فإن الرجم موجود في التوراة إلى يومنا هذا، ومع ذلك لا يطبقه اليهود في أي وقعة من العالم، بل تركوا ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حين يجادلون ما تجدون في التوراة في شأن الرجم، يقولون نجد فيها الجلد والتحميم، الجلد أن يجلد الزاني والزانية وأن تسود وجوههما. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في شأن الرجم، كذبوا. حتى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة ووضع وجعل القارئ يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. قالوا: صدقت يا محمد، إن فيها الرجم. فكان هذا كتمان رغم أن الكتاب نفسه متضمن لذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الرجم، وهو إلى يومنا هذا موجود. فسبحان الله، يعني كانوا يكتبون ذلك يغيرونه عن وجهه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يدعوا أن الله شرع لهم كذا في كتابهم، وهو في الحقيقة يخالف النص الذي بأيديهم. وهذا كله يجعلنا نحذر من هذه الأفعال التي فعلوها، لأن الله إنما ذكر لنا صفاتهم لكي نتجنب هذه الصفات ونحافظ على نعمة ربنا العظيمة بالقرآن المحفوظ حرفا حرفا وقراءة قراءة، لا ينازع فيه ما أحد فيما بين المشرق والمغرب في أي مكان في العالم. وإن كل الذي في المصاحف
مما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحروف اليسيرة التي اختلفت فيها المصاحف الستة هي في الحقيقة قراءات نزل بها القرآن، أحد أو بعض أوجه الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. فكتب الصحابة بعض هذه الأحرف في هذا المصحف وبعضها في هذا المصحف، واتفقوا على رسم واحد في عامة الكلمات. فكان هذا من نعمة الله على المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. والمسلمون حفظهم لكتابهم لا تضاهيهم لا من قريب ولا من بعيد أي أمة. المسلمون يحفظون القرآن حرفا حرفا في صدورهم وفي كتبهم، لا يستطيع أحد أن يغير شيئا، لا هيئة دينية ولا شيخا ولا عالما ولا أحدا على الإطلاق. منذ كتب في عهد أبي بكر نقلا عن الصحف التي كتبت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول يجب على المسلمين أن يبينوا كتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الشارحة لكتاب الله المبينة لكتاب الله، ولا يكتموا منه شيئا ولا يبدلوا منه شيئا ولا يدخلوا في الدين ما ليس منه. وإن عجز المحرفون عن أن يدخلوا في القرآن أو في الحديث ما ليس منه، لأن الكتب أيضا قد حفظت كما هي بفضل الله منذ كتبها أصحابها بأسانيدها، منذ كتب البخاري البخاري فهو البخاري لا يستطيع أحد أن يدخل فيه شيئا، ومنذ كتب مسلم صحيح مسلم لا يزال كما هو في المشارق والمغارب. ولذلك رغم أنهم لا يستطيعون تبديل ذلك، إلا أنهم يلجؤون كما لجأ اليهود إلى تحريف المعنى. ومن أعجب ما سمعت في صباح هذا اليوم كلام رجل زنديق يقول إن فرعون مات مؤمنا وأنه سيدخل الجنة، ولو فرض أنه يدخل النار فلن يخلد فيها لأنه مات طاهرا مطهرا. أيقول ذلك رجل مسلم يقرأ القرآن؟ ونعوذ بالله من ذلك، لأن سيده ابن عربي قد قال ذلك في فصوص الحكم، وهذا من كفره بلا شك. المعلوم من الدين بالضرورة عند المسلمين أن فرعون كافر وأنه من أهل النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وانت بتقول مات طاهرا مطهرا، وبيقول لك اتسع صدرك للخلاف. خلاف ايه؟ هل يخالف الكتاب والسنة؟ ادي بقى له، يعني الكتاب ما يقدرش يغير فيه، الكتاب ثابت بأن فرعون النار يعرضون عليها غدوا، هو وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ليه يرى الكلام ده ويقول بعد كده ويصدق ويبرر ويقبل إن فرعون مات طاهرا مطهرا؟ يبقى خارج من الملة، عشان يقول لك إيه؟ أصله قال لا إله إلا الله قبل الغرغرة، عشان هو قال أشهد أن لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل، وسيدنا جبريل كان بيحط الإيه؟ طين البحر في فمه لئلا تدركه الرحمة. ده كان بيقول لا إله إلا الله بس متى؟ قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني الآن تقولها، كما قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. أدينا القرآن في منتهى البيان والوضوح، فكون حد بقى يدعي التحريف يبقى زي اليهود ويخفون الحق، كما يعني يخفي كثير من الناس هذه الآيات التي نتلوها، لأنهم لا يريدون
إذعار أو إحزان أهل الكتاب بما في القرآن العظيم، لأنه يخالف عقيدتهم تماما. ومع ذلك فهناك من يكتم كثيرا من حقائق القرآن ولا يخبر الناس بتلك الآيات، كنحو قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغير ذلك من الآيات التي لا تحتمل، ويلبسون على الناس. وهذا من أخبث صفات من انتسب إلى العلم، أن يكتموا ما أنزل الله، وهذا من تحريف المعنى، لأنهم لا يذكرونه للناس. وكثير من المسلمين لا يقرؤون القرآن، فلا بد وأن نقرأ القرآن، ولا بد أن نجتهد جميعا في حفظه، لأن ذلك يثبت حجة الله على الخلق. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كما سمعنا قراءة تفسير ابن كثير رحمه الله، أن القرآن هو النور وهو الكتاب المبين. فالبعض يقول النور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه العطف، فالعطف هنا عطف تعدد الصفات، يقتضي المغايرة لأنها صفات مختلفة. القرآن نور يهدي به الله عز وجل الناس إلى سبل السلام، ولذلك قال عز وجل: يهدي به الله، ولم يقل يهدي بهم الله. والكتاب المبين صفة أنه مكتوب ومفروض، كتاب كتب وهو مبين في بيان الحق، وهذا تعدد في الصفات، وكلها صفات عظيمة حسنة. كما قال الله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا العطف يقتضي المغايرة، يقتضي المغايرة في معاني أسمائه، لا التغاير في ذات الله عز وجل. فهو الله الأول، وهو الله الآخر، وهو الله الظاهر، وهو الله الباطن. فالعطف هنا، التغاير هنا، إنما هو تغاير المعنى مع صفة الله، مع أن الله عز وجل واحد أحد لا يتعدد. فهكذا. طب هم ليه عملوا المشكلة دي؟ الصوفية يحتجون بذلك عشان يقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مخلوقا من نفس المادة التي خلق منها البشر. ولذلك يقول لك: هم فاكرين الوهابية ان الرسول ده واحد زينا كده، بشر زينا. المهم ان القرآن هو الذي ذكر الله ذلك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقول ذلك: قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. يبقى نثبت الوحي مع انه ايه؟ بشر. طب يقول لك: لا، ده نور. والدليل على كده الحديث بتاع انه كان ماشي صلى الله عليه وسلم وما كانش له ظل، من الاحاديث الموضوعه الباطنه التي يخدعون بها الناس. وايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سال جابرا فقال: اتدري يا جابر اي شيء خلقه الله اولا؟ قال: لا ادري. قال: نور نبيك يا جابر. ويقولون ان نور النبي صلى الله عليه وسلم قبل خلق ادم. وهذا كله من الأباطيل الموضوعة التي لا تقبل ولا يجوز قولها إلا مع بيان ضعفها الشديد وعدم صحتها. فلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي ولا ظل له، ولا أنه قال أنه أو أن نوره هو أول مخلوق. فطبعا بيجيبوا الكلام ده ويحتجوا بالآية عشان يبرروا الأحاديث الضعيفة. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله القلم.
اختلف السلف في أول مخلوق بناء على بعض الأحاديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر وهو حديث صحيح قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فبيقولوا إذن ساعة ما كتب يبقى كان عرشه على الماء، يبقى العرش والماء موجودين ليه الأول. المهم إن هم متفقين على إنه لا يخرج عن هذه الثلاثة، القلم والعرش والماء، وصح هذه الأقوال إيه؟ القلم لصحة الحديث. وعلى أي حال فليس منها نور النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم نور فلا شك أنه نور للقلوب، وهذا لا نزاع فيه، جاء بالنور كما قال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو سراج صلى الله عليه وسلم، يعني كان مولع صلى الله عليه وسلم، كان ما في نار فيه اللي يلمسه يتحرق، باطل. سراج منير للقلوب، يمتد أثر النور الذي يبينه صلى الله عليه وسلم وبقوله وعمله وصفاته الخلقية العظيمة، يبين للناس عبر القرون الطويلة أعظم من نور الشمس، لأن نور الشمس ينتفع الناس به في دنياهم، والسراج المنير صلى الله عليه وسلم ينتفع به الناس في دينهم وأخراهم، فهو أعظم أهمية لهم. لكن هو بشر مثلنا، مخلوق من الطين من بني آدم صلى الله عليه وسلم، لا نزاع في ذلك عند أهل العلم. والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منه صلى الله عليه وسلم، فقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا بنوره صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا بالقرآن العظيم، وأن يدخلنا أن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يدخلنا الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.